بيتغير او احداث جديده على الشخص ولا يصل معاه شيء يسعدك. العديد من الفنانين قالوا ان الموضوع او الدوره دي مختلفه عن الدورات السابقه، حضرتك انت شايفها ايه من وجهه نظرك؟ شايفها على مستوى التنسيق جدا بخير. محمد الرئيس السابق اشكر على الحلقه بس طب على مستوى التنسيق وعلى مستوى العروض المنتشره في فيلم عبد الله يمكن تبقى فيه إرهاص أو علامة أو جلالة مصرح ليه تبقى فيه. ايه رأيك في فكرة تصنيف الممثل بالممثل الدرامي والممثل الأمريكي؟ ايه رأيك في خطأ شائع؟ الدراما دي تنطبق على كل الأعمال سواء كوميدي أو دراما، يعني كوميدي اسمها دراما تسمى دراما، مفيش فنون ولا تصنيف، فنان فنان. طبعا في بقى ممكن ناس متجانات ده بيصرف في المجتمع، لكن انا رايي الممثل حسب الدور اللي هو بيقدمه وعي بقى بنظره وفهمه وادراكه وابحاثه الاجتماعيه وكل المعطيات دي مع اخلاص العمل اعتقد هتبقى نتيجه. كلمنا بقى عن اسم رمضان الصابق، كان فيه بابا المجاشي حاجه بتفتح ما شاء الله، يعني كلمنا بقى عن الكواليس وعن كلها. لا كواليس جيده ومدروس كمان قصه حلوه، الروح لما تبقى حلوه في الكواليس صدقيني بعمل يعني من بس مستمره لمصطفى شعبان كل العاملين المسلسل احنا كنا اصول بناكل مع بعض في الشغل نهضر ونتحرك ساعه الشغل عارفة في روح كده منبعثة تبعث عنه، مفيش طبيعة مفيش حد. ده بيبقى جو مناخ صحي هتلاقي نتيجة جيدة جدا وأنت هتشوفها بعينك ما تخافش. على ذكر بابا المجال كان في بعض موقع ما أمل التصنيف أسوأ من مصر. إيه رأيك حضرتك في التصنيف؟ أسوأ من مصر. إيه رأيك حضرتك في التصنيف؟ السوشيال ميديا؟ لا أنا غير مختلف السوشيال ميديا. وليس لي علاقه بيها لا من قريب ولا من بعيد خالص. مفيش حاجه اسمها ما نجيب الجاي ما نتكلم على الجاي، ليه نتكلم على الجاي؟ السؤال سيب السهل وعلى زي ما بيجي يعني النهارده انت محتاج ما تلقي الضوء على عيال البيت مكتشفين او مخترعين على علم ما نقدمه تحت الضوء والأمثلة كثيرة. دي قضية بالنسبة للغرب الجديد تلقوا الضوء على المهتمين بالعلم والمكتشفين والمخترعين. هل هتشهد ان فعلا المسرح مثل ما الحياة الفنية ما بين الاستحلال والازدهار، تيجي فترات الازدهار يعقبها فترات الاحلام ثم يطلع الضهر وهكذا. دي سنة الحياة. هل عملك ان شاء الله في المسرح او لا؟ انا ان شاء الله انا في دماغي كده بفكر ان انا اعمل شكرا.